بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. وحشتونا جدا جدا جدا، وبقيتوا بتوحشونا أكتر، وبقت الفترة طويلة علينا والله إن احنا نقعد أسبوع ما نشوفكوش. كالعادة بناخد موضوعاتنا واختياراتنا من رسائلكم وأحلامكم. النهاردة هنتكلم عن أثاث المنزل. أثاث المنزل يعني السرير اللي بننام عليه، يعني الدولاب بتاعنا، يعني الكنبة اللي بتتفرج عليها، اللي بتقعد عليها وانت بتتفرج على التلفزيون، الكرسي، وفي كلام كتير على الكرسي بكل أنواعه، خشب، بلاستيك، كرسي ملكي، كرسي عادي، كرسي مكتب. هنتكلم عن الحاجات دي لسببين. السبب الاولاني طبعا ان كان في اكتر من حلم بيتكلم عن الحاجات دي، اما السبب الاخر فهو التفسيرات الخاطئه او الاعتقادات الخاطئه في تفسير الرموز دي. يعني تلاقي حد يقول لك انا حلمت بدولاب، استر يا رب، البنت هتتطلق. يا ستي ايه علاقه الدولاب بالطلاق؟ انا حلمت بسرير، استر يا رب، السرير مش موجود، يبقى صاحبه هيموت. يا عم ايه علاقه السرير بالموت؟ فعندنا مشكله دايما بنواجهها، وهي ايه؟ يعني احنا ما ننكرش ان كثير جدا من تراثنا ومن اراء جدودنا بتبقى صحيحة بحكم الاحتكاك والمحاكاة وتوارد الخواطر على مدار الوقت، لكن هل كله صحيح؟ هل كل ما يرى ومعروف تفسيره بشكل عام بيبقى صحيح؟ الإجابة إنها الحقيقة لأ. زي فستان الفرح، الأول ما واحدة تقول أنا حلمت فستان فرح، يا ساتر يا رب هتموت. لا والله مش هتموت، ممكن تتجوز، ممكن تكون متجوزة وهتخلف بنت، ممكن تكون عندها يعني خبر سعيد جاي لها في الطريق. فإذا الحاجة اللي أنا بنبه عليها يا جماعة، لو سمحتوا بلاش نفسر الأحلام بشكل خاطئ، أو نأكد معلومة هي مش مؤكدة من مفسر أحلام أو حتى في كتب التراث الخاصة بتفسير الأحلام، علشان ما يضيعش خير الرؤية اللي حضرتك أو حضرتك شايفاها. ناخد أول تليفون معانا ونكمل كلامنا. ألو ألو، طب يا استاذه هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. اخويا حلم ان هو لعب لعب كبار واداهم لماما، وماما كانت فرحانه جدا بيه. انا مش سامعاكي. اخويا حلم، اخوك اللي حلم بايه؟ قولي اتفضلي بسرعه. اخويا حلم تلات ببوك، لا بوك، في تلات حلقان كبار وماما كانت فرحانه بيهم جدا. لا شكرا يا استاذه هاجر، رجعت اتصلي بينا تاني، معلش صوتها مش واضح والشبكه بتقطع اصلا. طيب يبقى معانا كده، هنبتدي بقى في اول حاجه من اساس المنزل او مكونات المنزل اللي احنا عايشين فيه، وبيكون له رمز قوي جدا في المنام. الحاجه الاولانيه الدولاب، رؤيه الدولاب في المنام. لما اشوف الدولاب بتاعي في المنام، هل شكل الدولاب، هل وضع او نظام الملابس جوه الدولاب، كل دي حاجات ليها تفسير؟ الاجابه طيب، في حاله رؤيه الدولاب، اولا الدولاب من القطع اللي بتوضح حال الرائي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك لو شفت دولابك في المنام مليان هدوم ومترتبه، ده معناه ترتيب وتنظيم لامورك، ومعناه انه حياتك مستقره. ولو الدولاب بتاعك مليان ملابس والملابس دي جديده، فقد تكون اخبار سعيده. يبقى اذا رؤيه الدولاب ملهاش علاقه بالدولاب، ملهاش علاقه بالخشب، لا ليها علاقه برؤيتك للدولاب كان شكله ايه؟ مليان هدوم ولا فاضي؟ الهدوم اللي جواه باليه ولا جديده؟ كل دي حاجات يعني هوضحها ان شاء الله. بس ناخد استاذه منى من القاهره. الو، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، زي حضرتك يا استاذه منى من اسيوط، معلش. اهلا وسهلا. ماشي ينفع احكي لك حلم؟ بس حضرتك ما تكفليش عشان احكي لك حاجات بتديلي عادتك تفسرها لي. ماشي. طب ينفع تقولي كل ده بسرعه؟ ما هو بسرعه، ما تخافيش، مش هنقفل عليكي، اتفضل. اول رؤيه، اول امبارح حلمتها بنت عمي بيتجوز بت يعني حد من عيالها، هي في الحقيقه بتعزمنا بس احنا مش بنروح. فانا حلمت اللي احنا رحنا لها، بس حضرتك احنا ماشيين في مقابر، يعني احنا في مقابر. فانا ماشيه مع واحده، احنا ما رحناش الفرح، فانا ماشيه مع واحده
لابسه دبله، فواحد يقول يا خسارتك، رحت انا رحت رافعه ايدي، راح قال خسارتك والله، رحت انا ماشيه قدام في المقابر وعماله اضحك. طيب خلص الحلم تمام؟ ده؟ لا استني. استنى. فماشيه في المقابر طلعت في مقابر عاليه، فانا ما بص في المقبره لقيت مصطبه عاليه، واحد نايم في الارض بس شكله صغير ولابس لبسه يعني ميت، بس شكله شفت اللي مرسوم على الجنين؟ اه بس شكله اسود. تمام. وواحد تاني كبير نايم على المصطبه. ايوه. فانا ما شفتش وش، خفت ونزلت. طيب. بس. طيب افسر بقى خلاص؟ ماشي. انتي متجوزه؟ لا انا لسه بنت صغيره. عندك كام سنه؟ 18. وبيتقدم لك العرسان ويروح وما يجوش. اه. صح كده؟ طيب. هو بيسألوا من بره وبيمشوا. ايوه ما انا عارفه. بصي بقى يا ست الناس، اولا الجزء الاولاني في الرؤيه ملوش علاقه بالجزء الاخراني خالص، احنا هنفسر الجزء الواضح والصريح، وسيناريو الرؤيه الباقي ملوش دعوه. انت عندك قطيعه مع بنت عمك او عندكم مشاكل، دي ملناش دعوه بيها. حضرتك عندك سحر وقف، وسحر الوقف ده هو سبب في ان انت ما يعني لسه ما فيش خطوبه تمت لغايه دلوقتي، وعندك عملين والعملين مدفونين في المقابر. وشكرا، مع السلامه. تمام كده؟ طيب نرجع بقى بعد رؤية الدولاب، احنا بعد الحلقات وبعد تفسير احلام السحر ده، انا باخد كلام على الصفحة بس ملناش دعوة، احنا نأدي الامانة اللي علينا وخلاص. تمام. قلنا شكل الدولاب من جوه بيدل على حالك، قلنا لما يكون في ملابس جديدة ومرتبة وشكلها حلو فده بيدل على اخبار سعيدة وبشرات عظيمة لصاحب الدولاب او للرأي عامة. طيب افرض ان الدولاب ده مليان ملابس مهلهله او قديمه او ما فيهوش ملابس خالص، ده بيدل على سوء حال الرأي، سواء في العمل او في الحاله الماديه او في الحاله يعني في حالتك عموما، وقد تكون في حالتك النفسيه، لان الملابس المهلهله لها تفسيرين، اما انها ضيق حال واما انها نفسيتك هي نفسها مش كويسه. ده بالنسبه للدولاب. ناخد استاذه ولاء من البحيره. الو أستاذة ولاء. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك. يعني عندي اتفضلي. حلمين صغيرين بس. ربنا يخليك اتفضلي. بص حضرتك، حلمت إن في تعابين كتير، والتعابين دي تحت رجلي، وأنا ببص خايفاهم يكونوا هيقرصوني، بس تعابين صغيرة مش كبيرة قوي يعني. فكل تعبان بقيت أضربه كده، وحاسة إن هم كانوا هيقرصوني بس هم ما قرصونيش، بس أنا رحت المستشفى بس مش فاكرة إيه اللي باقي من الحلم. طيب الحلم التاني؟ الحلم التاني بنت عمي بتحلم على طول اللي هو بيت، اللي هي بيت جديد. اه تمام. هي متجوزة؟ اه متجوزة. طيب جوزها بيشتغل ايه؟ جوزها في المدرسة، شغال في المدرسة. طيب شكرا يا استاذة. الحلم الاول التعابين الكتيره الصغيره اللي مش عارفه بتقرصها ولا لا، التعابين الكتيره جدا، قلنا في حلقه سابقه ان التعابين لو ملهاش عدد ومش عارف لها عدد وصغيره بتبقى حسد شديد بيصيب البيت، فانت عندك حسد شديد في بيتك. نعمل ايه بقى؟ إيه؟ نقول الرقيه الشرعيه، نشغل سوره البقره. سوره البقره يا جماعه رائعه، سوره البقره في الحسد يعني في حاجات كتير، بس في حالتك يعني شغلي سوره البقره مرتين في اليوم. انت عندك حسد شديد عامه في البيت. الست اللي شافت نفسها في بيت جديد او دايما بتشوف نفسها في بيت جديد، البيت الجديد او الانتقال في المنام من بيت قديم لبيت جديد هو انتقال في الحياه، او معناها يعني حياه جديده، او معناها ان حياتك هتتحسن، تحسن جديد في حياتك ان شاء الله. تمام. ناخد استاذه رشا من بورسعيد. الو. الو. ايوه. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ انا كويسه، اتفضلي قولي الحل. بصي انا مخطوبة تمام. تمام. وبحب واحد وكده، حلمت بيه بس هو من بلاد بره. لا ثواني، انت مخطوبة لواحد وبتحب واحد تاني؟ اه. اه وبعدين؟ تمام. حلمت ان هو جاي، اه اللي هو اللي انا بحبه، جاي من السفر واجي عند البيت تمام، وقاعد وسط مامته ومامتي ومبسوطه فرحانه، بقول اخيرا اتخطبت ليه. اه طبعا. تمام. وبعدها لقيت خطيبي الاولاني واقف بره من البلكونه كده، بقول ايه ده، هو كان معقدني في حياتي ومش عارف ايه الكلام من ده. طيب شكرا يا استاذه رشا. اولا يعني استاذه رشا ده حلم نفسي طبعا، هذا ما تتمنيه، وربنا يكتب لك الخير في كل الاحوال، بس يعني اصل انا مش هعرف اسكت غير لما اقول لك كلمتين. اولا لا يصح المسلم انه يخطب على خطبة اخيه المسلم، يخطب
يعني ياخدها رسمي، مش يجي من الشباك يا بنت الناس الكويسين. وانت بتحبي واحد ومخطوبه لواحد، وبعدين الراجل اللي انت مخطوبه له ده يعني انا مش فاهمه، طب مخطوبه له ليه؟ وليه اكيد طبعا تعبان في عفش وشقه وبيوت ويعني استغفر الله العظيم يا رب ولا حول ولا قوه الا بالله. نروح للسرير بعد ما خلصنا الدولاب. السرير بقى لو سليم في المنام بيدل على ايه؟ بيدل على ارتفاع منزلة الرائي. السرير بيدل على ارتفاع منزلة الرائي، وكل ما كان السرير مريح وواسع دليل على السريرة والسكينة ودليل على الحياة الزوجية المستقرة. ده في حالة ان اللي شافت السرير سيدة متزوجة. لكن لو اللي شافت السرير آنسة، لو اللي شافت السرير انسه وشافت سرير جديد، فده بيبقى دليل على قرب خطبتها او قرب زواجها او قرب ارتباطها. في حلم تاني له علاقه بالسرير، وهو اختفاء السرير. لو البنت اللي شافت الحلم ده دخلت مثلا اوضتها في الحلم او في المنام وما شافتش وما لقيتش السرير بتاعها، ده دليل قاطع على الزواج. ليه بقى؟ اختفاء سريرك من بيت والدك ده معناه ان ما بقالكيش مكان فيه. وبيكون احسن التفسيرات هو ان حضرتك هتنتقلي يعني الى بيت الزوجيه ان شاء الله. ناخد استاذه منى من القاهره. الو، ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. كنت عايزه بس اقول لحضرتك على حلم كده حلمته. اتفضلي. تسلمي. انا حلمت ان انا كنت انا واختي في اوضه، والاوضه ديت السرير كان عليه دود كتير. كان عليه ايه؟ دود. لونه ايه؟ ابيض. تمام. فانا قلت لها طب انت هتنامي ازاي كده على السرير؟ خدي البطانيه بحالها ونفضيها. تمام. وبعد كده هي نفضتها ورجعنا نمنا تاني عادي على السرير. تمام. خلص الحلم؟ بس كده. دي اختك صح؟ مخطوبه؟ مخطوبه؟ هي في قرايه فاتحه دلوقتي. تمام. اختك محسوده حسد شديد جدا. احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا دود بيدل على السحر، ودود بيدل على المرض، ودود بيدل على الحسد. هو الحلم ده بيدل ان البنت دي محسوده، ومحسوده في ايه بالتحديد؟ محسوده في خطبتها او في زواجها. عشان كده انا سالت هي مخطوبه ولا لا. زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي ان السرير دليل على الخطوبه، هي سريرها وهي مخطوبه مليان دود، هي محسوده، محسوده على عريسها، محسوده على حياتها. المهم انها يعني يفضل ان حضرتك ترشي ملح خشن في البيت، وتقراي سوره البقره، وتقولي اذكار الصباح والمساء، وتستعيذي بالله من شياطين الانس والجن، ربنا يكفيكي شرهم. فزي ما قلنا بقى ان السرير له دلالات كتيره كويسه للانسه وللمدام. ناخد ست ام مصطفى من اسكندريه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي يا دكتور عندي حلم. اتفضلي يا فندم. انا حلمت امبارح ان واحده جارتنا هي ميته اساسا. كانت بتقرف عجين يعني. تمام. وانا كنت قاعده معاها، وبعدين طلعت بنتها من جوه وفقتها عجين. الو، انا معاكي، اتفضلي. وفقتها عجين تاني بتقول لي هو كده كويس؟ قلت لها حلو بس بيلزق كده. كان في بيت مين العجين ده؟ نعم؟ كان في بيت مين؟ والله مش عارفه، هو البيت مش مميز. واحنا كمان مش عايزين نعرف ولا عايزينك انت تعرفي. زي ما قلنا قبل كده يا ست ام مصطفى، في رؤيات كتير عدم تفسيرها بيبقى افضل للراي من التفسير، حتى لا يقع التفسير. فانا كل اللي انا هطلبه من حضرتك ان انت تطلعي صدقه بنيه ان ربنا يعني يحفظ لك بيتك، يحفظ لك حياتك، والرضا بالقضاء والقدر. تمام. لكن احنا مش هنفسر الرؤيه دي لانها رؤيه غير محموده. تمام. طيب بعد ما خلصنا حسنات رؤية السرير في المنام، هنقول حاجة وحشة، حاجة بس صغيرة بتكون خاصة بالسرير، وهي في حالة رؤية السرير مكسور، او في حالة ان الست شايفة نفسها نايمة على السرير والسرير اتكسر بيها. الرؤية دي معناها طلاق. كسر السرير في المنام معناها طلاق او وقوع طلاق، والله اعلم. تمام. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا. رجعنا لكم مرة تانية، اهلا بكم. طيب اتكلمنا بقى عن الدولاب وعن السرير، تعالوا نتكلم عن حاجة حلوة قوي 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 لما بتتشاف بتبقى حاجة سعيدة، وهي ايه بقى؟ وهي السجاد. السجاد في البيت يعني من احلى
احلى احلى الحاجات، القطع المنزليه اللي لما تشوفها في الحلم تفرح قوي. كل ما السجاده وسعت في المنام، حتى لو سجادتك في الحلم دي اصلا في الحقيقه صغيره، كل ما تشوفيها واسعه ومفروشه قدامك، كل ما كانت سعه ورزق وسعاده، كل ما كانت نظيفه ومغسوله وشكلها بيلمع في المنام، كل ما كانت حياتك يعني في سعاده وفي رقي واحسن. وكل ما كان السجاد جديد، انك شفت نفسك بتفرش سجاد والسجاد ده جديد او بتغير سجاد بيتك، انت بتنتقل من مكانه الى مكانه. السجاد او البساط او كل ما يفرش على الارض، كل ما كان شكله احسن، كل ما كان احسن في حياتك وارقى، وبيكون شيء بيبعث السعاده في الحقيقه ان شاء الله. معانا تليفون، نقول الو. عليكم السلام. طيب، فزي ما قلنا السجاد من احسن الاشياء اللي حضرتك او حضرتك لما تشوفيها في الحلم بيدل على يعني على حاجات حلوه قوي، الا حاجه واحده بس، انك تشوف نفسك بتطوي السجاده دي. طي السجاده دي معناها طي حياتك، او لا سمح الله لو اللي شاف نفسه بيطوي السجاده دي مريض فهو موت. لو اللي بيطوي السجاده دي سيده في بينها وبين زوجها مشاكل فبيبقى طلاق. وانا بتمنى والحمد لله ما بشوفش او ما حدش بيتقال لي، ما حدش بيقول لي الحلم ده كتير، لكن دايما الاقي حد يقول لي سجاده كبيره، سجاده جديده، سجاده بتتغسل. غسل السجاده في المنام على فكره معناها تحسين لامور حياتك الزوجيه، يعني لما تشوف السجاد بيتغسل في المنام دي معناها ان حياتك الزوجيه بتستقر او بتكون احسن. ناخد استاذه نيفين من اسيوط. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن افسر حلمين صغيرين خالص؟ ممكن تقولي انت الحلم وانا افسره، اتفضلي. خلاص ماشي. لو سمحت، انا حلمت مره ان انا جبت بنتين توأم وفيهم واحده. خلاص، كنت حلمت ان انا جبت بنتين توأم وواحده، فانا اخذت واحده وبرضعها وتدري حن عادة بس ما رضعتهاش. فبعد كده قلت لاختي خدي منهم واحده، فاخت ما خدتها بس ما مشيتش بيها، فضلت قاعده في البيت. جزاكم الله خير. وايه تاني؟ فانا في الحلم بعد كده، في الحلم ما معيش ولا، انا معايا ثلاث بنات بس. فانا بقول فين محمد؟ الحمد لله ان انا معايا محمد او صبرنا على البنات. طيب، انت حامل؟ انت حامل؟ لا والله كنت حامل من فتره بسيطه ومسجطه، بس كان الحلم ده بعديها يعني. طيب، شكرا شكرا يا ستي. اولا جابت بنتين توأم. انا نسيت اسالها هي لما شافت الحلم ده، لا بس هي قالت بعد السقط. تمام، بنتين توأم. البنت في المنام حاجه حلوه قوي، البنت في المنام سعادة. أولا الولادة، يعني ناخد الحلم من أوله، الولادة في المنام تيسير أمر. الواحدة لما تشوف نفسها بتولد في المنام، بس لو ما كانتش حامل أصلا، ما كانتش حامل شافت نفسها بتولد في المنام، فهو تيسير أمر. حتى أوقات كتير جدا الحلم ده بيجي للبنات اللي هما غير متزوجات، برضو بتشوف نفسها بتولد، فده معناه خروج من هم وتيسير أمر. بالنسبة لحضرتك ولدتي وجبتي توأم بنات، البنت أصلا في الحلم بشرة خير ورزق، فكون ان انت بتدي اختك بنت في الحلم ده معناه ان انت بتقتسمي رزقك او بتقتسمي سعادتك او بتتصدقي على اختك، ويعني ربنا يبارك لك يا رب. اما الجزئيه بقى بتاعت فين محمد، فيا ربنا يكرمك ان شاء الله بحمل وتجيبي محمد يا ام محمد. طيب، خلصنا السرير والدولاب والسجاد بكل حاجه حلوه. ناخد مروه من القاهره. الو. الو. ايوه، اتفضلي بس علي صوتك شويه. شكرا استاذه مروه. طيب، ندخل بقى على المطبخ. المطبخ اهم حاجه في حياتنا. البوتاجاز، التلاجه، الغساله، الميكروويف، الفرن. بصوا بقى، هم كلهم كده على بعض في جمله واحده بس. كل ما هو بييسر عليكي حياتك في الحقيقه هو تيسير لامرك. يعني كل الاشياء اللي بتيسر عليكي حياتك، غساله اوتوماتيك بتغسل لك، غساله اطباق بتخلص لك مطبخك، فرن بيشوف حاجته، كل ده معناه ان ده تيسير لامورك وتيسير لحياتك احسن. لو عندك غساله عاديه وشفتي غساله اوتوماتيك فهيبقى ده معناه ارتقاء في حياتك. لو عندك تلاجه صغيره وشفتي تلاجه كبيره فده معناه رزق كثير جدا، عشان المفروض ان التلاجه دي مخزن للطعام. ناخد استاذ احمد من الامارات. الو. الو. ايوه، اتفضل استاذ احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. لو سمحت، شفت كده ان انا يعني في عيش كتير كده،
العيش ده بس ناشف يعني. اه. عيش تاكله حلو يعني، فانا بفرقه يعني، بس العيش طلع بحط ايدي عليه طلع ناشف. حاطط ايدك عليه طلع ايه؟ ناشف، عيش ناشف. العيش طلع ناشف يعني. ده حضرتك كنت بتخبزه يعني. يعني. تمام تمام. مش بخبزه. بتشتريه. انا كنت بفرقه يعني، انا جايبه وبفرقه. حضرتك بتفرقه. تمام. بفرقه ايوه. طيب شكرا. ايوه بشتريه وبفرقه. طيب شكرا استاذ احمد. طيب العيش تمام. في تمام لسه فيك ماله؟ العيش شكله حلو يعني، بس هو طلع ماشي. طيب تمام تمام. العيش في المنام رزق، لما بيكون ناشف ده معناه ان هو رزق صعب الحصول عليه، بس وعلى الرغم من انك بتحصل على الاموال او على الرزق ده بصعوبه، الا انك مش بتبخل على حد، وفي ناس بينتفعوا منك رغم صعوبه الحياه. فربنا يا رب يكرمك يا استاذ احمد. هنقول اخر حاجه وهي الكرسي. الكرسي في المنام من احسن القطع الاساس اللي تشوفها في الحلم، لانه بيدل على منزله، بيدل على ترقيه، بيدل على حاجه كويسه جدا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.